هيا شباب هيا خير نوثقوا فيكم يا رجل. جردان قد يرمى هالتوم ريتو كمو انتبهوا يا جماعة للمجموعة اللي لوطة بس انتبهوا انتبه مجموعتنا لوطة هاي مجموعتنا لوطة انتبهوا لهم بالله لا قاعدين يا حبيبتي قلنا لهم يا حبيبي العادي واخذ تركيز انا مسك لك يا ست تحت السيطره يا فندم جاي هاي وتي جاي راجي خلي الطياره تعدي راجي اندرنا لهم يا حبيبتي فك التامينة فك التامينة 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 القذيفة راجي خط طيارة تعدي راجي قال لنا سبت الكلب راتا
هنا جردان، هنالك جردان، لكن غدا إن شاء الله سنزحف عليهم. والملايين فر ولادي كلب صورت خوتي صورناهم الشباب صورناهم بارك الله فيهم الله اكبر عاش التبو والله نمشي قطرو ديروا فيها شيء تبو نالكم احرف عاش التبو الجار بدا ما عندك لاسلكي تكلمك ولدي كلب يقنص فيه قنص الكلب ريتها يلا معايا يلا معانا برا روح برا روح سلام الصديق عنده شداوة جديدة طبعا سامحها من امه قبل لا يجي. ايه ما قدروا يخشوا بوهاد نزيناهم غاد. ها 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 هم لو بدك يا بالله يسمع ارمي فوق في ساعة وردة يا رب العالمين عندك ما تقول يا اخوي حامد حي على لهوك يا حامد اقول لكم في هذا الجمع المبارك اي والله باذن واحد احد ان شاء الله نحن فوق سطح الميدان اي والله وهم تحتنا وهم تحتنا كالجردان ايه نرموهم بالنار والنيران ايه الله معنا الله معنا ولا مولى لهم ولا مولى لهم الله اكبر
في الرد هذا؟ رد رد مناسب ورد قوي. شو درنا لهم يا حبيبتي؟ ركبوني الرعشة. عبد العالي يقول لك جرب الصيب والدمي يا ربك يا ناصر يا يخطر عليك يا اخوي يخطر عليك يخطر عليك عاطين ال 14 على فوركا يخطر عليك يخطر عليك ما يخطر الان مع قائد هذه المجموعه ال شنو عقيدة المقدم يا فندي؟ والله ما تمشي الا لواء ركن مسعود محمد الخطري ولا زرادهم يا دق في عبادهم اي والله يقتلهم زراد ومع الفنان اللي بسمعنا المقطع الصوتي بالتكن تكن الله اكبر تكن تكن الله اكبر تكن تكن سيدك ما سيدك اقهر اضرب سيدي هاي 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 صح هاي دايتك يا حبيبي يا حبيبي لهم يا حبيبتي قشولون الله يقشولهم ها 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 يوم الفتح الكبير مرحبا اخوتنا الله اكبر الله ينصرنا وينصركم ان شاء الله ايوه مرحبا يا فيش طريق خرده يا رابش يا رابش في جردان بس يبو مصايد وجبنا هذول